أختي متشا، كما ذكرتم في تقريركم أنه هذه ليس المرة الأولى التي يتم القبض على أسلحة تحمل شعار الجيش القطري، وكما أظهرت الصور فقد كان هنالك عملية أيضا في المهرة، تم القبض على شحنتين سيارتين تحمل شحنات أسلحة عليها شعار الجيش القطري، وأظهرت التحقيقات والاعترافات وقتها أنها كانت قادمة للمدعو علي الحريزي الذي يعتبر واحد من أدوات قطر المهمة في المهرة، والذي يتحرك بسقف مرتفع ضد التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية. هذه الأسلحة التي تصل لم تكن منبتة يعني في أعمال منبتة، وإنما كانت ضمن استراتيجية معينة لتصعيد العنف وإرباك الموقف في المناطق المحررة. كان هنالك اعترافات من المدعو علي الحريزي في أحد التصريحات الذي نقلته قناة المسيرة الحوثية أنه سيكون هنالك تصعيد للعنف ضد التحالف العربي في الجنوب، وأيضا تكرر هذا في مداخلات عديدة على قناة الجزيرة القطرية. ولم يكن الحريزي وحده من الأدوات القطرية التي تهدد باستخدام العنف ضد التحالف العربي، فهنالك أيضا شخصيات متعددة مرتهنة للنظام القطري، كان من ضمنها أحد أبناء السقطرة الذي صدرته الجزيرة على أنه شيخ مشايخ السقطرة، وهو ليس شيخ مشايخ السقطرة، وتحدث في الأسبوع الماضي في لقاء على قناة الجزيرة أنهم يعني اعتراف صريح أنهم ينوون تصعيد العنف ضد التحالف العربي، بالإضافة إلى أدوات أخرى مثل فادي بعوم المرتبط بالأجندة القطرية الإيرانية، والذي هدد من قناة الجزيرة ومن قناة الميادين أنهم بتصعيد العنف ضد التحالف العربي. هذا بالإضافة إلى عمل القاعدة وأذرعة القاعدة المختلفة التي تتسق مع النظام القطري، والمعلومات الاستخباراتية والمعلومات الدامغة بالنسبة للوصول التمويلات القطرية للقاعدة في الجنوب عبر جمعيات خيرية معروفة بالاسم أدرجت ضمن الكيانات الإرهابية من قبل أكثر من دولة. بالتالي هذه الأدوات التي تتحرك بالتزامن مع أدوات إعلامية تتحرك على السوشيال ميديا وتتحرك عبر قنوات إعلامية لشن حرب ضد التحالف العربي، هي تعكس صورة واضحة ودور خبيث تقوم بقطر في اليمن لإرباك المشهد في العسكري والأمني في اليمن، لإدخال حالة من العنف والفوضى نستطيع أن نسميها حرب مكتملة الأركان، أو ما يسمى في الأكاديميات العسكرية بالحرب الهجينة.